السلام عليكم اخوتي اخواتي، اللي مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير، انتم الاطفال ديالكم ولا الناس اللي تتقوا. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفيديو يكون سبيسيال ان شاء الله، يعني كما وعدتكم في انستغرام راه كنت قلت لكم الفيديو غيتلاح البارح ولكن كنت عيان شويه. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم هذا الفيديو ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونخليكم مع الفيديو. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في الفيديو. احنا بجانب الفيديو ان شاء الله باذن الله. حنا دابا تنجنيو العسل، يعني الاطارات اللي فيهم العسل راه غنحيدوهم ان شاء الله باذن الله. اللهم بارك اللهم بارك. الاخوان اللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك معنا في القناه ويفعل زر الجرس ليصله كل ما هو جديد في القناه. شكرا لكم بزاف ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم مع الفيديو. كما تشوفوا معنا الاخوان في هذا المقطع، يعني ان الاطارات كلها عامره بالعسل. اللهم بارك وزد في ذلك، يعني من جد وجد ومن زرع حصد، يعني حتى حاجه ما تجي بالسهل، يعني مادام انك خدام راه غادي توصل. شوفوا اللهم بارك اللهم بارك. كما هذاك اللي تشوفوا العسل مغلق مختوم، عسل مختوم، يعني انه بدا طيب. راه الناس اللي ما طابش راه ماشي تحياتي. هنا من بعد ما كملنا الصندوق كلهم الاطارات اللي فيهم العسل، جينا تنرفقو ليه اطارات ممطوطة، يعني اللي كنقولو لها الدارجة الباطل، يعني كادر بني باش يخدم عليها عاوتاني. فرجة ممتعة الاخوان. من بعد ما حيدنا كامل الاطارات او الكوادر اللي فيهم العسل حطيناهم في الارض باش نسدو على النحل. من بعد ما سدينا على النحيلات والصنادقر دينا لهم الخاوي باش يخدموا عليه، بدينا تنشارجيو، يعني تنجمعو في هاد الطاجر هادو سميتهم طاجات او خاوي، تنشارجيو باش نديو تاني لعند الماكينة. بقاو معايا غادي تشوفو معايا التفاصيل كلشي. كلشي يقول زوين كيفاش تيمر زين العسل. تحياتي الاخوة.
من بعد ما وصلنا من الماكينة الخدام الآخر اللي كاين يحيل لهم داكشي باش سد عليه النحل بوحدو تعزو بوحدو وكل كادر بوحدو يعني كيدوز هادشي واحد تابع واحد يعني ما كاينش زعما انك دوز كلشي في فترة واحدة يعني كدوز واحد بواحد اللي فيه هاد اللعيبة هادي سد عليها النحل عطا تحيدها الطريقة ديالها كيما تشوفو معانا ردو البال اللي دين ديال هاد الراجل هدا يعني غير الطريقة من بعد تديها تحطها حدا المول الخدام اللي حدا الماكينة الليمون عندها غادي تنعاد ها تعلم ها تعلم ها تعلم ها تعلم ها تعلم ها تعلم مرحبا وألف مرحبا تحياتي الناس اللي كيحبوا واي نو دي صغاوصة الزعتر تسنانت بارش الله الحمد لله اللهم زدنا في ذلك اللهم امين اللهم زدنا من فضلك يا رب العالمين تحياتي لسي يوسف الله يبارك ما يعمرها دار نزيل هنا والله الخير كنا وشربنا معاه تحياتي الناس يدو تنان مصمودة قبائل مصمودة الواور مساقال الواور قرار يدو تنان بعد ما لقينا جميع الإطارات لا الحاجة اللي سد عليها النحل دابا تنديروهم في الماكينة بهذه الطريقة تيديرو في الماكينة كيف ما تشوفوا معايا كادر هز كادر على حسب الماكينة شحال من كادر تهز دي ماكينة كبيرة اللهم بارك هز 12 كادر اللهم بارك وزيد في ذلك هادشي اللي كان تتبغي تشوف بحال هادشي وقليل فين تتحضر ليه ماشي حاجة زوينة اللهم بارك راه النحل والعسل راه تبارك الله يعني ملي تشوف هاد الخير هذا راه تفرح نخليكم مع الفيديو بهذه الطريقة تيتسس العسل الإخوان تتشوفوا العسل في الجانب ديال الماكينة يعني تدور الماكينة بواحد الصورة كبيرة وهاديك العسل اللي فيها راه تيتسس كما تشوفوا معانا يدخلوها مارينو من بعد ما تساسوا الكوادر او الاطارات من جهة واحدة لانه وقفوا الماكينة وتنحولهم وتنبلوهم من جهة اخرى باش يتساس من جوج جهات ما تساس على جهة واحدة وتبقى جهة واحدة خليكم مع الفيديو ثمانية شنسولي بخنوية ثمانية؟ ثمانية انتعشر يعني زمشي تبني بس نجد
من بعد مسنا القوى اللي كاينين بدينا تنخويو لنا كنا من الناس اللي فيها انتم اللهم بارك ما تشكو معنا الناس شي حاجه تتشحي وخصوصا اذا كنتي انت تجمع داك الشيء تتجني راه واحد الاحساس يا سلام ما تحسش بالوقت واخا تكون سهران الليل كامل ولكن ما تحسش بالوقت متى تيدوز ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم خليوني شي تعليق زوين لو وصلت هنا خليه بصمه ديالو حياتي.